هذا يا أحبائي الحد الثاني من أطور، وبرضه بيتكلم على مثل الزارع. الحد الأول اتكلم على مثل الزارع، والحد الثاني، الحد الأول في إنجيل لوقا البشير، والنهارده إنجيل متى صح 13 من 1 ل 9. الكنيسة بتحضرنا للصيام، صيام يوم السبت الجاي، صوم الميلاد، وعيد مريمينا برضه، فاحنا هنحتفل بمريمينا الأسبوع الجاي. النهارده احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الثلاث انواع من الترب اللي نزل عليها البذور، الارض الصخريه، القلب القاسي، والارض اللي فيها الشوك اللي حوالينا، والطريق، الطريق اللي هو يبقى في الطريق الزراعي اللي رايح واللي جاي يدوس عليه، اللي هو سايب نفسه وسايب عياله كده، كل واحد يديله فكره، كل واحد يديله فلسفه، كل واحد في التلفزيون يسمع له برنامج. طريق عام، كل واحد رايح جاي. وقلناها الاسبوع اللي فات، اوعى تسيب قلبك للطريق العام، هيدوسوا ناس كتير مش عارفين قيمته. ولكن في القلب اللي هي الارض الجيده اللي لما يبذر فيها البذار يطلع 30 و60 و100. النهارده هنكمل ونتكلم عن كلام الله واثره في حياتنا. ما هي البذور دي اللي هي بتمثل كلام الله، واللي بيزرع هو الله. كلمة ربنا يا أحبائي هي اللي بتهل ليا وليك حضور ربنا في وسطنا. تملي احنا اتصالاتنا وعلاقتنا مع بعض عقيمة وفقيرة وكلام فارغ، ونضيع وقت وتليفونات، وساعات بنتكلم عشان نملى الهوى، نملى الفراغ اللي حوالينا. لكن كلام ربنا لا، كلام ربنا قوي، سيف ذو حدين. ده احنا ساعات في كلامنا بننافق وما بنعلنش عن شخصيتنا الداخلية ولا عن حريتنا اللي اكتسبناها بالمسيح. ممكن بكلامنا ما يحسوش ان انا مسيحي خالص، لكن كلام الله ما فيهوش تحريف. كلام الله قوي، قدوس، طاهر، بيدينا سلطة، وبي سلط على أفكارنا ويخلينا نحيد عن طريق الشر. عشان كده السؤال الأولاني، هل أنا مقتنع أن كلام ربنا ممكن يدي ثمار في قلبي؟ اللي هي الخصوبة، يعني الأرض الخصبة، زي الأرض الطيبة اللي اتكلم عنها السيد المسيح. شوفوا ربنا في المثل ده بيقول زرع على الأرض، وزرع على الصخر، وزرع بين الأشواك، وزرع كمان على الارض الجيده. شوفوا محبه ربنا قد ايه. شوفوا ربنا لما بيدي الهبات بيديها لكل الناس، لكل الانواع القلوب. بيشرق شمسه على الاشرار والابرار، وبيمطر على الاشرار والابرار. ربنا بيدي كلمته في كل، ولذلك الكتاب المقدس نشكر ربنا وصل تقريبا لكل العالم، والترجم لكل اللغات. فهل احنا بقى بندي لربنا قلب خصب، ارض طيبة، ارض جيدة، تقدر تاخد كلمة ربنا وتخبيها وتثمر في حياتنا؟ كلمة ربنا يا احبائي هي اللي بتساعدنا في الحرب. احنا في حرب على الارض، اللي هو الجهاد الروحي. احنا مش اعداء لحد، بس هو الشيطان اللي بنحاربه، ما بنحاربش حد تاني ابدا. وجمال الكنيسه القبطيه انها كنيسه مضطهده ولم تضطهد احدا طول العشرين قرن. الكنيسه القبطيه كنيسه شهداء، والشهداء دول كانوا في حياتهم نوع من الجهاد الروحي. لا يمكن يوصل ان هو زي ال21 بتوع ليبيا، لا يمكن الشباب ده يتعذب الوقت ده كله ويدي حياته. زي ما شفنا، كنا الاول نشوف الشهداء في السنكسار نسمع، دلوقتي بقينا نشوفهم قصادنا. الا اذا كانت الشباب دي مجاهده روحيا، عارفه كلمه ربنا، بتتغذى بكلمه ربنا يوميا، فعطتها القوه في جهادها الروح، ما نقرتش الايمان،
بالرغم ان الموضوع مش لحظه، ده الموضوع ايام لانكار الايمان ولم يتاثروا. علشان كده ربنا النهارده بيدعونا ان احنا نكافح السطحيه، الارض اللي رايح جاي عليها الناس، السطحيه في حياتنا اللي بتهدم السطر وتهدم جهادنا وتهدم المثابره. وقت ما يجي لنا تجربه نبقى ناس سطحيين. و الكلمة ربنا لما بنبقى احنا بنخبئها بتكافح معانا وتساعدنا ان احنا نجاهد ضد شهوات العالم واهتمامات العالم واغراءات الغنى. علشان كده يا احبائي في الكتاب المقدس في كلمات ربنا، اي موضوع يا حبيبي يقابلك هتلاقي كلمات ربنا في الكتاب المقدس. ما تدورش بره، لا احنا بتوع اطباء نفسانيين ولا اطباء مش عارف ايه، احنا بتوع ربنا، بتوع كلمه ربنا. ايه بتشعر ان انت وحيد ومتروك ومحدش معاك؟ يقول ربنا ايه في الكتاب؟ هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسون ينسينا وانا لا انساك. ثلاث كلمات، انا لا انساك. اوعى تفكر ربنا بينساك حبيبي. شعرت ان انت بعدت بعيد عن ربنا؟ هو عمر ما ربنا بيبقى بعيد عننا، احنا اللي بنبعد. كل الحركات السلبيه في حياتنا احنا اللي بنعملها مش ربنا. لدرجه ان شوفوا ربنا يقول ايه، انا واقف على الباب اقرع. عمال واقف هنا كده على باب قلوبنا اللي هي الارض بقى دي، كانت طريق ولا شوك ولا صخر ولا جيده، وبيخبط. من يفتح؟ اللي يستاذن لربنا يدخل، هيدخل ويتعشى معه وهو معه. يتعشى معاه يعني ايه؟ احنا لما نحب الناس كده في الغرب هنا بالذات يروح عازمه على الايه؟ على العشاء، لان الظهر الناس كلها مشغوله في الشغل، فنروح عازم الناس اللي بيحبوهم دول على العشاء وياكلوا ورا بعض ويتسامروا. ربنا واقف على الباب مستنيك تفتح له، مستنيك تفتح له ويقول لك انت مش انا اللي بعيد يا حبيبي، انت اللي قافل باب قلبك، انت اللي بعيد، مع ان انا بقولها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يجي الشيطان يغويك يقول لك الشغل والشغل، وتعمل فلوس وفلوس وفلوس، والحد تشتغل والسبت تشتغل. في كلام ربنا يقول لك ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ تدي ايه فداء عن نفسك لو ضاعت؟ وسليمان الحكيم يقول باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح. ولا سليمان ده كان عنده كل ما يخطر على بالك، ولخص في الاخر وقال باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لما تكون تعبان حيران مش عارف تاخد قرار، افتح الكتاب المقدس هتلاقي الرب، هتلاقي السكينة، هتلاقي عمل الروح القدس. وتصرف الزارع ده يا أحبائي بالنسبة لينا هو أيضا نموذج للكرازة، نموذج للكرازة. مش هقول لك تقف على المترو وتكلم الناس عن المسيح ابدا، مش هقول لك تروح تخبط على زي الطوائف السكت اللي بتطلع دي وتخبط ابدا. امال ايه؟ نسمع كده كلام ابونا بشوي كامل يقول ايه، انت انجيل حي. طول ما انت ماشي كده الناس بتقراك، بتقرا الانجيل من خلالك. يروا الناس اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. وفي ايه تانيه خطيره يقول بسببكم يجدف على الاسم الحسن. مش دورنا ان انا احول الانسان غير المسيحي الى مسيحي، ده هيعمله ربنا. دورنا ان انا اعرفه كلام الله. وممكن تعرفه كلام الله من غير ما تتكلم ولا كلمه. قديس اسمه اثينا غوراس بيقول ايه، عندنا وعاظ اقوياء خرس ما بيتكلموش. فقالوا ازاي؟ قالوا له ازاي؟ قال لا، ان حياتهم عظه، هما بيعظوا من غير ما يتكلموا. اي مكان يبقى فيه سبب بركه، واي مكان يكون فيه يعلن المسيح باعماله
بأعماله. فإحنا مش مهمتنا يا أحبائي إن أنا أجعل الآخرين مؤمنين، أنا مهمتي إن أنا أوصل له كلمة الله، وأوصلها له مش بالكلام بس، لو بالكلام وحضرت أوكي، لو بالعمل، إنك إنجيل متحرك، إنجيل حي بين الأمم وبين اللي ما يعرفوش ربنا. يا ريت ربنا يجي ويبذر زرعه وبذوره وكلمته في قلبنا، ويساعدنا ان احنا نسمعها ونعمل بها. يا ما سمعنا، انا ساعات كده اقول انا هبطل وعظ، كفايه بقى 20 سنة ابن وعظ. يا ما سمعنا، وخلي بالكم كل ما بنعرف اكتر هندان اكتر، كل ما بنسمع اكتر هندان اكتر. انت بلا عذر ايها الانسان. ودلوقتي ايه؟ وانا صغير كده شاب قدكم، كان لما يطلع كتاب كل اسكندريه تنبسط، ابونا بشوي كامل طلع كتاب، او ابونا متى المسكين، او ابونا تدرس يعقوب. او دلوقتي الكتب الافات، يمكن ملايين. دلوقتي الكتاب على المحمول معاك. كان لما يجي اسقف، ياه المطران وصل، اسكندريه دي تتقلب. دلوقتي اسم الصليب بنشوفهم ليل ونهار، لا كان في تلفزيون مسيحي ولا راديو ولا. دلوقتي هنطالب اكثر، لان كلمه الله وخلاص بقى سهل قوي ان احنا نشوفها ونسمعها. بس نطلب من ربنا ان هي تكون المرشد في حياتي. ها هروح المكان ده ينفع؟ الكتاب المقدس بيقول المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. أنا هندمج في الموضوع ده ينفع؟ لا، ده أنا لو اندمجت قوي في الموضوع ده وبقيت عبد للموضوع ده، خلاص هعبد الحاجة دهية وهسيب ربنا. وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وما نقدرش نعرج بين الفرقتين. لو كان الله هو الله اعبده، لو كان البعل هو الله اعبده. مفيش يوم كده ويوم كده. وهكذا عندي مشكلة، عندي مرض، عندي حزن، نرجع لكلام ربنا. كلام ربنا هو اللي بيعزي، هو اللي بيرشد، هو اللي بيساعد في جهادنا الروحي، هو اللي عمل شهداء في الكنيسة، هو اللي صنع قديسين في الكنيسة، هو اللي صنع رجال الله في الكنيسة. علشان كده يا احبائي احنا نقعد ندرس ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، وممكن نعمل الدكتوراه، وندرس 200 300 400 500 كتاب ويمكن اكتر، واحنا عندنا كتاب واحد، كتاب واحد لو اخذته وخبأته في قلبي وعملت بيه ممكن يوصلني ان انا اكون مع الشهداء والقديسين في السماء. عشان كده يا احبائي صدقوني كل صعوباتنا وكل ألمنا في العالم مش هتتبدل إلا بكلمة الله. الكلمة المقروءة، وإحنا وضعنا وتكلمنا بعد كده عن الكلمة اللي هو جسده ودمه اللي على المذبح، ودي تكلمنا فيها طبعا بالاعتراف والتوبة والتناول من جسد ودم المسيح. النهاردة بنتكلم عن الكلمة المكتوبة، كلمة الله اللي كل بيت فيه عنده انجيل، واللي ما عندوش يقول لي. كل بيت فيه انجيل سواء عربي او فرنساوي يقول لي، اي حد عايز انجيل يقول لي عربي او فرنساوي، ويكون كلمه الله مش عليها غبار وعليها زي القصه المشهوره. وانا صغير ابونا حكى مره رايح في بيت، قصه مشهوره كل الناس عارفينها، وبعدين قال لهم هاتوا لي الانجيل نقرا، فقعدوا يدوروا جابوا الانجيل، بيفتح بتفتح لقيت المقص، قالت لها المقص اللي بندور عليه بقالنا سنتين، ما بيفتحوش الكتاب المقدس. ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده النهارده كلام ربنا بيقول لنا افتح يا ابني الكتاب المقدس وخبئه في قلبك، وانت هتبقى تمام، وهيخليك تستعد ان تكون في الحياه الابديه بسبب كلامه القوي المغذي المنقذ
المتوج القوي الصريح زي كلامنا ويا بعض، فارق كبير في السماء عن الأرض. ربنا يدينا أن نخبئ كلامه في قلبنا وأن نعلن عن هذا الكلام في حياتنا العملية، الذي له المجد دائما أبديا. آمين.